السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنا عندي خط زي دوت وعايز أقسمه بمسافات متساوية، وليكن مثلا عايز أعمل فيه قط في أماكن متساوية، عايز أقسمه لتلات أربع حتت، فأنا ممكن أجي هنا وأقول له أعمل لي قط. طبعا الرقم مش مظبوط، مجرد بس مثال أهو. طيب بعد كده هقول له إن أنا عايز أعمل دايمنشن دي أي من هنا، وأشوف بقى النقطة التانية أهو أهو. بالشكل ده، وبعد كده هقول له ايكوال، هيبدأ ان هو يعملهم لي بمسافات متساوية. طيب لو انا مش عايز اقطع الكلام ده، طبعا في الهايت او في الخط مفيش اي مشكلة خالص، ممكن تعمل خطوط وتعرف المسافات بينهم قد ايه. يعني هبدأ ارسم مثلا انوتيت، ارسم خط هنا مثلا، خط هنا وخط هنا. وبعد كده هقول له انا عايز دايمنشن من هنا لهنا لهنا لهنا، وادوس في اي مكان بره. وبعد كده هقول له ايكوال، فانا عرفت ان المفروض ده قد ده قد ده كده. انا عملت